سلام، اليوم يا شباب راح نشوف بركان من الكولا والمنتوس والصابون. راح نشوف شيء غريب جدا. على اي حال، او شفنا في السابق تجارب قريبه من التجربه هذه. المهم ان شاء الله اليوم نستمتع مع بعض في التجربه هذه ويكون المقطع جدا رهيب. فالمهم حاليا راح يبتري معانا. طبعا تحذير الاشياء هذه، ابدا لا تجربونها ولا تسوونها ابدا في المرات. في المرات لا سيد، لا تفلسف، لا تسوون هالاشياء ابدا. بس خلاص خلصنا. المهم ايوه شوف كيف بحط هذه الماده قوالب. هلا بوي، شوف كيف صارت، صار على شكل الليجو، مكعبات الليجو نفس الطريقه نفس الاسلوب. حلو. ايوه اتوقع بيستخدم عليه الملعقة النارية هالمرة. يذوب. ايوه ذاب على طول على طول مباشرة ذاب، ما اخذ وقت. رهيب. الشيء اللي بعده جاب فانتا. لعبه الفانتا، من فيكم يحب الفانتا؟ كتبوا تحت بالكومنتات نشوف. اكيد كل شخص يعني عنده مشروب مفضل، مو شرط انه يكون بيبسي او كولا يعني. خلينا نشوف وش مشروبكم المفضل. اوكي داخل بالونه. طبعا المفعول اتوقع قوي حتى مع الفانتا، المفعول جدا قوي بيكون. نشوف. ايوه 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 اوكي بدا بدا تنفجر اتوقع. شوفوا قاعد تتعبى. اوه طاحت الغرشه. ما تعبى، لاحظوا تنفجر الحين، تغير لونها انفجرت. يا ساتر بوم. يا حبيبي قول لي 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 بشكل كيف صار غريب، جدا غريب الشكل. اللي بعده عندنا علبة كوكا كولا داخل جيلي علبتين. احنا شفنا شيء تقريبا نفس هذا، بس ما ادري كانت علبة كوكا كولا ولا كانت علبة شنو بالضبط، ما اتذكر. بس اللي اتذكر انه تقريبا نفس الفكرة. بس الظل تجربة رهيبة. اوكي اللي بعد عندنا يقطين. اهم شيء حاط الوجه. وش ده؟ ثلج. اوكي او لا كان مكتوب، وش كان مكتوب؟ اوكي لو الثلج الجاف بحطه داخل بتثلج على طول. طبعا يطلع دخان من داخل، يطلع دخان رهيب. لاحظوا كيف دخان رهيب يطلع من داخل. حط كولا. اما اي صح الكولا اتوقع بيكثر الدخان، بدل ما يكون داخل بس بيطلع برا. لاحظوا اول ما احط الكولا بدا الدخان يطلع من داخل بشكل جدا كبير عن الوضع الطبيعي. فالتجربه تعتبر حلوه. شوف كيف صار يطلع دخان بشكل كبير. حلو. نايس. قاعد يغلي داخل. ماوس؟ ليش؟ كان جهاز سحق الاشياء. اي والله. وماوس بنشوف يتحمل؟ اكيد لا. بنشوف قدرة تحمله. يا حبيبي انتهى. احس لكن الماوس هذا يعني من الماوسات اللي تعبانة شوي.
ما احسه ماوس عادي، ماوس طبيعي يعني من الماوسات الزينه. اوكي قاعد يدفن غرشه مع حق التجربه الرئيسيه حقت المقطع، حق صوره المقطع اللي هو البركان اللي بيسويه. اوكي حط طبعا حط اتوقع شنو، ما انتبهت، حط كولا اتوقع، يحط كولا وحط صابون، والحين بري يحط المينتوس. حلو ايوه لاحظوا طلع الدخان يا ساتر لونه اخضر، لونه اخضر حمم بركانية لونها اخضر. بس عجيبة التجربة، بس لا حد يجربها ابدا، لا تسوون هالشيء ابدا. نايس. خطيرة التجربة، خطيرة انها عجيبة. نايس. وش التجارب اللي بيسويها بعد؟ خلونا نشوف. طبعا خلص التجربة الرئيسية. ايوه 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 ذوبهم داخل وات، داخل الشواية. الحين اتوقع ما يقدر يستخدمها لانه ممكن تسبب تسمم. خلاص ايوه اوه هذا المهم فيها، هذا المهم بالنسبة للشيء اللي سواه. لاحظوا الألوان طلعت رهيبة. اسمع هني الفكرة ان في اصوات تطلع. ايوه اللي بعده. اوف 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 لحظوا لحظوا كيف اللونه حطها داخل الثلج الجاف. غريب الشكل كان ورجعت بعد فترة من الوقت، رجعت طبيعية. شيء غريب. هاي فعليا أقرب تجربة نشوفها. اللي بعده عندنا الدمية المطاطية، بيحطها في خلاط بصيرها شيء. بنشوف الحين، ما أدري لو بصيرها شيء ولا لا. أيوه اتقصصت. قصصت. يا حبيبي البطيء رهيب صاير. يا حبيبي بس لا رهيب المقطع هذا، في تجارب حلوة. ولاعة بتنفجر، المنطقة انها تنفجر اذا انكسر طبعا بتنفجر. خلينا نشوف. يلا يلا روح. ما اوه واحدة انفجرت، في كم واحدة انفجرت؟ في كم واحدة انفجرت؟ بس تجربة حلوة. اللي بعده كرات
كرات جيلي اتوقع. الجهاز من النوع اللي يدمر اتوقع الاشياء. لا 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 لا, لا, لا. هذا حق تفرم فيه لحم اذا ما خاب ظني. صححوا لي المعلومه اذا كنت غلطان، بس اعتقد صح معلومتي. اي شباب، هذا مقطعنا بشكل كامل. اتمنى عجبكم المقطع، اتمنى كلكم تضغطون زر لايك، تشتركون في القناه اذا مشتركين، لا تنسوا كلكم تشتركون في قناتي الرئيسيه، الرابط موجود تحت في الوصف او ديسكربشن، وعندكم انستغرام حقي بعد موجود تحت. نشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى، ومع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة. أما